هذا ابن لين بيوتي يفاجئهم شهد المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع خطيب نريم بيوتي رامي اللي قام بنشر ستوري اليوم على صفحته بالإنستغرام. فرامي صوت على نريم بيوتي في مسابقة جو أوردز، وكمان طلب من الجمهور انه يصوتوا على أميرته. أما سيدرا بيوتي فنشرت ستوري لفراشة اليوتيوب نريم بيوتي وعلقت عليه بالتوفيق نارو. ويذكر انه نريم بيوتي راح تكون متواجدة في السعودية في أكبر حفل في الشرق الأوسط، وبنتمنى تكون الجائزة من نصيب نريم بيوتي. اوكي صحي بكير لأنه لازم خلص كل شيء علي اليوم، لأنه بكرة الصبح مسافرة للرياض. بصراحة كتير متحمسة، راح أكون موجودة بالسعودية من 19 الشهر ل21 الشهر، سو حكون بحفل جوي أورد. كتير متحمسة للحفل، إن شاء الله أربح، يعني إن شاء الله أربح، وإذا ما ربحت بخسر، إذا ما ربحت بخسر. سو كتير متحمسة وإن شاء الله هيك أشوف أصالة نصري بالغلط وإلا أصالة. I love you baby, I love you.